الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا النهارده على توفيقه لينا وكرمه علينا. ماتش صعب بعد مكسب الزمالك في ملعبه، يمكن كنت بتكلم على الرجاله ان ده الماتش هيبقى اصعب من ماتش الزمالك. الحمد لله الاولاد كانوا على قد المسؤوليه، نفذوا التعليمات، طلبنا منهم البدايه القويه دي اللي تفرق معانا جدا، والحمد لله كانوا عند حسن الظن في بدايه المباراه، وقدرنا الشوط الاول نطلع متقدمين بهدفين، وده كان الاهم في الجيم بتاع النهارده كله. والله فكره الطرد اللي في نهايه الشوط الاول واحساس اللعيب المصري بصفه عامه ان هو في زياده عدديه وكسبان ومتقدم بيبقى في اريحيه، ويمكن انا قلت للعيبه كمان الماتش مش هيخلص كده، لسه الماتش فيه اهداف تاني، عايزين الاهداف دي تبقى لينا، ولكن احنا بنحاول نجدد الدوافع جوه الجيم، ولكن احساس اللعيبه ان الماتش اتسهل خد شويه من الجديه بتاعه الشوط الثاني، ولكن الحمد لله يعني راضي النهارده عن النتيجه، طبعا راضي عن الاداء بنسبه كبيره وخاصه في الشوط الاول، ولكن لسه بدري. انا كلامي معاهم ان احنا عندنا سبع ماتشات جايين يعني في منتهى القوه، ماتشات كؤوس، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى بنفس الجديه وبنفس التركيز ان شاء الله. الحمد لله طبعا نشكر ربنا الحمد لله على النتيجه، واشكر اللعيبه على الاداء الرجولي النهارده. الحمد لله من اول ماتش احنا اصرار وعزيمه ان احنا نجيب الاول والثاني، والحمد لله ربنا كرمنا طبعا. وحابب اشكر كابتن حسن على المجهود اللي بيعمله معانا، وطبعا تعب معانا جدا عشان نوصل للنتيجه دي، والف مبروك للعيبه والف مبروك لينا الحمد لله. طبعا الحمد لله على الاداء والمكسب، احنا كنا عارفين الماتش بيراميدز صعب، واحنا جايين من مكسب الزمالك فما ينفعش نتعادل او نخسر، وبالذات احنا لسه راجعين مركز ثاني وكده، فاحنا بننافس وما ينفعش الفريق اللي بينافس يخسر نقط وكده. طبعا فريق بيراميدز فريق محترم، واحنا عارفين وكنا مقدرين الماتش جدا عشان هم كسبونا في الدور الاول بضربات جزاء، بس الحمد لله ردينا على الحمد لله على الاداء وعلى المكسب. بشكر اللعيبه والجهاز الفني على الروح والاداء، الحمد لله على المكسب بتاع النهارده. احنا اشتغلنا في فتره التوقف كويس جدا، ان احنا راجعين نخلص كل الماتشات من بدري وما نستناش نتائج حد، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي يعني. الحمد لله طبعا على المكسب وعلى ده، وبنهي طبعا الفوز الكابتن حسن والجهاز الفني كله، كابتن وليد وكابتن محمد شوقي وكابتن بدر، الحمد لله. ودي تكمله طبعا لماتش الزمالك، كسبنا الزمالك في الزمالك 2-0، والنهارده ماتش بيراميدز حضرنا له كويس، والكابتن كان بيكلمنا على طول ان احنا لو ما كسبناش النهارده او لا قدر الله حصل اي حاجه ما كناش اللي احنا عملناه في الزمالك ما كانش هيبقى ليه لازمه. الحمد لله طبعا على المكسب وفوز بيراميدز.